أتلتيك سميمرا اليوم في الحراسة حمزة حميميد الحارس السابق للفريق العسكري، حمل قميص الفريق العسكري الموسم الماضي في فريق الأمل واليوم يخوض الثاني مباراة رسمية هذا الحارس. بقية الأسماء في الدفاع اليوم مروان مزاوري، مادي بالعروسي، عبد الرحمن برقي، محمد الدويك في الارتكاز اليوم، إبراهيم النقاش، محمد رضواني، ياسين البحيري كموزع في الثلاثي خط الهجوم، شواد الغابرة، عبد الصمد تلمباركي، وراس حربة عبدو جميل أتشاباو الكابوني. هذا التشكيل الاساسي لمدرب الاسماعيلي العلوي مدرب فريق نهضه اتلتيك سميمرا في بنك المدراء اليوم، مع عبد الخالق حميدوش، تواجد سير الواسلي، غراساديو، نكادي، اوبيونغ، تواجد يونس هردلا، راليمي بلال، تواجد حمزه المدني، سامكي سيكولا عبر الجهه اليمنى، ينطلق رضا، يمشي رضا امام مروان المزاوري، انطلق رضا سليم، توغل رضا، فرصه للجيش الملكي، وركله بالجهه من طرف عمر شيراري من الجهه اليسرى، يبحث عن العرضيه المتابعه من جانب رجل التسريع بن نقاش الكابيتانو، سيتحمل عبء اولمبيكاس في وشاب والشاب محمديه والمغرب التطواني عندهم رصيد 10 نقطه. يعني لاحظوا الفريق النقاط، محمد الدويك تمكن من تمريره بطريقه شبيهه في اتجاه رضا سليم، البحث عن التسديد، الزاويه مناسبه للتسديد، شادبه جانب جانب ياسين البحيري، مشى ياسين، تقدم ياسين، كره في عمق الدفاع امام يخرج لكرت، تمرير لم تكن موفقه من جانب لاعب فريق نهضه اتلتيك، التسديده فرصه خطيره، جول 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 جول، ماذا يقول الحكم؟ يقول هدف، هدف للجيش الملكي. اذا يسجل العساكر بعد ارتباك على مستوى خط الدفاع وسوء الابعاد، لم يكن موفق في عمليه الابعاد، حمزه حميميد في اللقطه الاخيره يتمكن من خلال الفريق للجيش الملكي من تسجيل الهدف. سنتابع العاده، هدف يسجل في وقت مبكر بالنسبه للفريق العسكري. نتابعوا لي السريكات بهذا الشكل، هنا الخروج لم يكن موفقا من حمزه حميميد، تحضير الكره ثم تستمر الكره العرضيه، كره ربيع حريمات، ثم المتابعه الراسيه والتسجيل الهدف لفائده فريق الجيش الملكي. هذا الجيش الملكي يسجل هدف، نتابعنا المره الاولى ثم التاليه. لا جوزات الكره بعد الراسيه تظن ابراهيم تحمون، تابعوا لعدم زاوية اخرى، نتابع ركله ركنيه تلعب بالبحث عن الراسيه، مشيت من طرف شيرين الداودي، الكره الاولى ثم الثانيه الجميل الاتشاباو كالوي، عمر شيرين على مستوى الجهه اليسرى ينتظر التمرير، يفضل انور ترخات، يلعب كره طوليه اماميه، متابعه من طرف الحارس حمزه حميميد، اثنين الجيش الملكي يدك شباك فريق نهضه اتلتيك سميمرا، نتابعوا ضربه الخطا تلعب مقوس، خروج الحارس ايوب لكرد، ادم نفاتي، وكذلك مجموعه من عروض الوطنيه، تلعب كره عرضيه البعثه الراسيه مشات لفريق نهضه اتلتيك سميمرا. نرد الموضوع خير سطحية بجانب حكم المباراة لعناصر الجيش الملكي، تلعب أمامية لاستلام فرصة تسديدة من محمد الخلوي. يعني يمكن أن نقول بأنه المادي بالعروسي وكان اللعبة الأولى ثم جاءت الثانية، من جديد فرصة خطيرة بعد تنفيذ ركلة ركنية. البحث عن انتدابات، سنعود لهذا الموضوع، تمشي عبر الجهة اليمنى، البحث عن العرضية من ياسين البحيري، ضيع، قلت بدأ التفكير منذ الآن، رف مروان المزاوري، مروان اختار العرضية عبر القيم الثاني، فرصة لعناصر نهضة سميمرا، تمشي لي عبد الصمد المباركي، المباركي لعرض دواري، الجهة اليمنى العرضية، فرصة خطيرة، فرصة اكتسب طابع الخطورة شميلة، رائعة التسديدة الثانية في محمد المباركي عبر القيمة الثانية، فرصة خطيرة مرت جانبا، اعتمد المباركي روغ الأول وروغ الثاني، بحث على التسديد، فرصة شميلة الانسلال والتسديد لكرمال بعيد التسديده كيرتا، وتحذير لعبد الصمد المباركي، المايسترو العرضيه، فرصه خطيره، مشيت هناك الجهه اليسرى لفائده ياسين البحيري، البحيري بابره التسديده، لكن ترتد الكره، كره المادي بالعروسي، فرصه جول 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 شيء التعادل لفريق نهضة اتلتيك سميمرا، الفريق الدكاني اراد ان يعدل النتيجه، اراد ان يبقى يبحث عن التعادل فعلا، هنا نتابع هذا اللقطه.
الاخير هنا السقوط لاعب فريق الجيش الملكي، ثم عمليه تسديد الكره الاولى ثم تجي الثانيه. تسديده كانت من عبد الصمد المباركي، ترتدها الكان في وضع التسلل. هل الهدف سليم بالنسبه لفريق نهضه اتلتيك سمامره؟ كل اسئله تطرح، ولكن اذا الاجابه مشاركه بعد لحظات بعد ماذا سيقول اذا الحكم اذا يرفض الهدف بالفعل، يرفض الشهيد، يبحث من اجل تامين البقاء في منافسات القسم الوطني الاول. وبذلك تجربه مهمه بالنسبه لعبد الصمد المباركي رفقه فريق الجيش الملكي. يعلم شهيد بان هدف دور مقابل لا يؤمن نقاط الثلاثه. كره عبر الجهه اليسرى، تسديده جانبيه تمر من طرف عبد الصمد المباركي عبر القائم الثاني. بات عن الراسيه متابعه من شاربان مشيط الردواني قطار من البحيري، خطوه تيكي تاكا جميله خطيره. جول لكن مرفوض، جول لكن مرفوض بعد تيكي تاكا رائعه. الجميل في الهدف هو التيكي تاكا اللي كانت رائعه من طرف نهضه اتلتيك السمامره. الكره الاولى اللي كانت رفضت بالفعل، المخرج يعطينا اللقطه بالتفصيل، يمنحنا اللقطه الاولى. اذا عمر جيروري، جيروري الداودي، الداودي الداودي سدد الداودي، مشات بعيده كل البعد على مرمى الحارس العروسي. البحث عن العرضيه في اتجاه من هناك راي وتسلل لشرب شارب الحكم المساعد. بالفعل عملية التدخل مشات عرضية، فرصة خطيرة. العرضية كانت من رضا سليم سمامرة، تمشي كرة أمام عبد الصمد المباركي، المباركي يعطيها فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. فرصة الهدف ستلعب ضربة الخطأ من الأشياء اليسرى ملعوبة عبر القيم الأول. نهضة أتلتيك سمامرة يبحث عن الدفع من تحضير، بات عن العرضية مشات عبر القيم الثاني. رضا سليم فرصة للغبرة، مشى الغبرة بحث على التسديدة، الغبرة تأخر في ذلك، تأخر في ذلك شواد الغبرة، لا هو سدد ولا هو مرر. وبذلك حضر فرصة للمباركي، المباركي يا المايسترو، المايسترو ما تمكنش منها، لكن هنا يبحث على التمرير، فرصة خطيرة. دقيقة مشاهدة الكرام تقريبا، فرصة خطيرة الجيش الملكي اللي بحث عن العرضية من رضا سليم، التعامل معه بشكل لم يكن موفقا من رضا سليم. تكون السنة لفريق العسكري، مادام اليوم يجد فريق ما عندوش ما يخسر، فريق يريد ان يقدم ورقة اعتماد وتلعب ركلة ركنية اللي فادت منع. بالنسبة لفريق نهضة اتلتيك سمامرة، التدخل كان من حمزة حميميد، اعادة اللقطة الأخيرة من الاشياء اليسرى عبر القيمة الثاني. فرصة خطيرة، فرصة ارتباك البحث عن التسديد، يضغط نهضة اتلتيك كان جوسيف كيديغرادو هل يفعل لاعب الادخل قبل حدات في اول لمسه. نتابع كره اماميه متابعه، يريد من خلال زياره المرمى الحارس السابع تمريره خاطئه، فرصه خطيره تسديده. جول 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 جول، هذا ما تحدثت عنه، هذا ما قلت، هذا ما استشعرت، هذا ما حللته قبل حدات. الإجابة تأتي من فريق نهضة أتلتيك سمامرة بتسديدة لا تسد ولا ترد، بعدما حرم من هدف كان مرفوض بالنسبة لعبد الجميل واتشاباو، الآن يتمكن أكيد من استغلال هذا الهدف. وعلى مستوى خط دفاع فريق الجيش الملكي، هي الأخطاء التي تحدثت عنها، ومن مرر التمرير الخاطئة وشلل الداودي سددت من بعيد من خارج منطقة الجزاء لتنفى اللقطة الأخيرة مشات لمفيد، مفيد العرضية عبر القيمة الثانية، فرصة خطيرة راسية. تم الاعتماد عليه في الجولة الثانية في محور الدفاع، هو من منح له الهدف البديل ومن منح الهدف الثاني، هدفين مقابل واحد الجيش الملكي على حساب فريق نهضة اتلتيك سمامرة بطريقة جميلة. عملية العرضية على المقاس، كلوك سجل الهدف الثاني ومنحنا نقاط الثلاث، من منح لهم اللقطة هو اللاعب محمد مفيد. وقول للأمانة في واحدة من رسالة تأكيد محضر يأتي من الغبرة، هناك من الجهة اليمنى العرضية عبر القيم الأول، متابعة الحكم الذي يقول هو الزوايا. مشاهدينا الكرام هنا مع تدخل من طرف لاعب انور ترخيت، حكم اشار بركله جزاء. اذا ماذا سيحدث؟ سيعلن الحكم ماذا سيقول؟ يقول
ليس هناك ركلة جزاء.